جينا اليوم باش نحتفلوا برفع راية اللواء الأزرق بشاطئ بوزنيقة للمرة 18 على التوالي منذ 2007. وهذا الاحتفال جاء كتتويج للمجهودات التي يبذلها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في إطار برنامج حملة شواطئ نظيفة الذي تديره مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، واللي اتخذت كشعار هذا العام يعني البحار ومحيطات بدون بلاستيك. هذا يعني هذا الشعار اللي جا في واحد الوضعيه اللي هي جد يعني صعبه اللي كتعرفها البلاد، خصوصا مع توالي سنوات الجفاف وقله التساقطات مما ادى الى شح في الموارد المائيه، واللي يدفع بالبلاد الى الاعتماد على موارد مائيه غير تقليديه كتحليه مياه البحر، وذلك تحت القياده الرشيده ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، واللي اصبحنا كنتوجهوا اكثر واكثر الى تحليه مياه البحر لتوفير ماء صالح للمواطنين. فالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من خلال واحد البرنامج اللي هو ثقافي تحسيسي توعوي هنا في شاطئ بوزنيقه، كي يستطع انه يحسس المواطنين والمرتدين ديال هذا الشاطئ باهميه الحفاظ على البيئه اولا، ثانيا حفاظ على الموارد المائيه متنوعه، وخصوصا استعمال يعني الماء بطريقه عقلانيه. نحتفل هذا اليوم برفع اللواء الازرق بشاطئ بوزنيقه للسنه 18 على التوالي منذ 2007، وذلك بفضل مجهودات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالاضافه الى كافه شركاء برنامج شواطئ نظيفه، وأخص بالذكر مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، جماعة بوزنيقة، والسلطات المحلية لإقليم بن سليمان. في هذا الصدد قام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بوضع برنامج متكامل لتهيئ شاطئ بوزنيقة لمرحلة الصياف لموسم الصياف 2024. يتكون هذا البرنامج من تهيئة وصيانة المنشآت، التنظيف اليومي للبحر، وكذلك وضع إشارات التحسيس وبرنامج تثقيفي توعوي للحفاظ على البيئة. احنا اليوم في حفل ديال تسلم الشارة ديال اللواء الأزرق لواحد الشارة دولية اللي كتعترف بنظافة ديال وجمالية ديال الشاطئ ديالنا. هاد الشارة اللي كتسلم لنا مؤسسة محمد السادس للبيئة اللي كترأسها الأميرة الجليلة لالا حسناء، وهاد الإشارة كناخذوها السنة 18 على التوالي منذ سنة 2007. كنتمناو إن شاء الله جميع المصطافين يساهموا معنا في النظافة ديال هاد الشاطئ باش نبقاو نتحصوا عليها كل سنة.